ربما وجد الاحتلال ضالته لكسرنا باختراع وتمرير الإشاعات، لكن متى ومن هم ناشروها؟ لاحظ الجميع نمو معدل الإشاعات منذ اللحظة التي قررنا فيها تصعيد المواجهة، فخرج بعض ضعاف النفوس من عملاء ومأجورين ليروجوا ما أمكنهم من إشاعات هدفها ضرب مناعتنا الوطنية في محاولة لإشغال أبناء شعبنا عن هدفهم الرئيسي وهو المواجهة. كما دأب هؤلاء على التقليل من شأن الخطوات النضالية وتقزيمها، وذلك لإيصال الناس لحالة الإحباط وتثبيت العزائم. لكن العزائم ستتعاظم بهمة شعبنا الذي لن يسمح لهؤلاء، وسنبقى في خندق المواجهة. ولكل مروجي الإشاعات، انظروا كم بدل أسيادكم كل الأدوات التي كانت قبلكم. ولمن يقف في وجه شعبنا نقول: لن تكون يوما إلا في مزابل التاريخ.